نورهان تعي ديري بالك يا محمد، أنا رايحة. لوين رايحة؟ تعا محمد، تعا حبيبي. ست فريال تعي معي. لوين بدنا نروح من الصبح؟ ليش مالك خبر؟ السلطانة ناهد دوران كانت مبارح عند السلطان. كتي ولا حرف. أصحك مرة تانية تذكري اسمها. خير إن شاء الله. شو بدك من إبراهيم باشا؟ هو ما عاد مسؤول الجناح الملكي، هو صار الوزير الأعظم والنائب الأول للسلطان. إذا وقفتي بوشه بتحترقي. بعدين الباشا سافر الصبح، خوفته مشان هيك هرب. بكرة بتشوفي مين هو اللي رح يحترق. لا حول ولا قوة إلا بالله. إجت المشاكل. ويام خانم، قال مبارح قضيت الليل واقفة قدام الباب وعم تستني. مسكينة، وجعتي لي قلبي. لا تتوتري ويام، اهدي. سلطانة هيام، شبك في شي؟ مولاتي الموضوع كتير مهم. قولي. أنا كتير بحبها للسلطانة خديجة، وما بطيق إني شوفها زعلانة يا مولاتي. هيام خانم، هاتي من الآخر، لا تقعدي تلفي وتدوري. شو هو الموضوع المهم؟ إبراهيم باشا سافر، تارك رسالة للسلطان وهربان. بظن مشان قصته مع السلطانة خديجة. شو هالقصة؟ أنو قصة بدها تكون بين إبراهيم والسلطانة؟ اصحي ولا تحكي شغلات ما لها معنى. أنا عم أحكي مشان السلطانة خديجة. السلطانة خديجة بتحبه كتير لإبراهيم. إذا بتخلوني يتزوجوا بيكون أفضل. هالمواضيع مو من شغلك، رح أعتبر ما سمعت شي. يلا لشوف، امشي روح اهتمي بولادك. سلطانة، لا تهتمي بالحكي السخيف اللي حكته هيام. روحي نادي لي خديجة فوراً يا درّة.